وعن الإفراط في الوعي يقول دوستويفسكي: أقسم لكم بأغلظ الإيمان أيها السادة أن شدة الإدراك مرض، مرض حقيقي خطير. إن إدراكا عاديا هو من أجل حاجات الإنسان أكثر من كاف. ويؤكد سيوران قائلا: الوعي لعنة مزمنة، كارثة مهولة، إنه منفانا الحقيقي، فالجهل وطن والوعي منفى. أما كافكا فيقول: إذا كان هناك ما هو أشد خطورة من الإفراط في المخدرات، فمن دون شك هو الإفراط في الوعي وإدراك الأشياء. ليعود سيوران ويقول في وصف دقيق: هناك حقيقة ثابتة لابد لي، وللأسف الكبير أن اتحقق منها في كل لحظة، ألا وهي أن الذين لا يفكرون أبدا هم السعداء. بعبارة أخرى، الذين لا يجهدون أنفسهم في التفكير كثيرا إلا من أجل الأشياء الضرورية للحياة. أما التفكير الحقيقي فمثله مثل شيطان يعكر منابع الحياة الصافية، أو هو شبيه بمرض يصيب الجذور ذاتها. فهل الإفراط في الوعي مرض حقا، أم أنه هبة؟